دابا ملك الموت غيتسناك انت تتقطع الكارو تقطع الشراب والذهب وتحس براسك راك دابا نصلحو الصباح. هذا عشية طانك بغا يصيبك حبيبي، ونبغيك تفكر واحد المسألة بين الأولاد والبنات. نهار الشيطان نصح شي واحد خرجوا من الجنة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أجت وراها فدلاهما بغرور. نهار الشيطان نصح سيدنا آدم خرجوا من الجنة، وكظن أنه أنت غيجي نصحك باش يدخلك الجنة، ما يكونش الشيطان كذكى منك. أنت المسلم كيس فطن كيعبر باللي كتجيه النصيحة من جهة الشيطان، سواء شياطين الإنس ولا شياطين الجن، راك أنت شياطين الجن. ومالك بنيتي على هذه الحالة؟ باقا ما شتي، ما تشوفتي، عاودها الحاجة قلتي، باقا ما شتي، ما تشوفتي، يعني بغيتيني نجلس نشوف ونشاف، واش عبرتي اش كتقولي يا مونتي ولا ما عبرتيش اش تقولي؟ عادي عندك نخرج كنتسارع عباد الله كيشوفوا فيا، راه هي تشوفتي، كيشوفوا فيك الناس. شوف عرض ازياء خارجه كنتسارع قدامهم، شحال خصني باقا نتشوف مهمتي باش نعاد باش نتعجب. عام عامين تنجوج هذا اللي هذا شريط الماء لا ما خذي حامل هذا اللي غيكون ضمن ديك الطائفه اللي قالت لك تحنزز بيا، لان كنتشوف ليهم ملي غادي يجي ويتزوج بيا، هو بغاني وانا من النوع اللي كنتشوف، بمعنى لا تزوجت بيه وبغيت نتستر وما نبقاش نتشوف، هذاك هو اول واحد غنقول له عندي ما ندير بهذا التخربيق اللي قالت لك تلبسي فيه عندي، انا بغيت نهبط معاك للبحر كضحك. كاين والله العظيم الا بنات كانوا كيجيو عندنا تيبكيو، كتقول لك والديا هو الاب هو اللي وقف ليا في طريق الحجاب، كيولي يدير الحجاب يجرح لك من الدار. كتقول لي واش كاينين شي ناس بحالك؟ كاينين ناس بحالك، ولا نحب ان نستفيض بها. فلذلك الانسان ما يسوفش يقدر غرام، لان التسويف من افضل عباد الشيطان.